أم المؤمنين أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بنات عمه. وليس في أزواجه صلى الله عليه وسلم من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها. أسلمت أم حبيبة قديما وهاجرت إلى الحبشة هي وزوجها عبيد الله بن جحش الأسدي، فمات عنها بالحبشة، فعقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة سنة 6 للبعثة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. حدث عنها أخواها معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان وصفية بنت شيبة وزينب بنت أبي سلمة وآخرون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحللك من ذلك. فقالت: سررتني سرك الله، وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. توفيت أم حبيبة في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنه 44، وقيل 42 للهجرة، ودفنت بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها.